وقال يا بعدي ابنه ما بيحكي هالحكي. ايه هذا واحد واطي وقليل الاصل. وضح. شو انت نسيان انه صفوان ابن خالك وانه امك بتكون عمته؟ ان شاء الله ما تواخذيني يا مو. والله ما بعرف شلون طلعت مني هالكلمه، بس اللي عم يطلع من صفوان خلاني انسى انه ابن خالي. الله يهديه يا مو ويرجعه لاصله. وانت تقبرني الله يرضى عليك، شيله من بالك. ليش اهل الحاره ما بيعرفوا انه ابوك زعيمة وكلمته ما بتصير تنتين؟ واخواتك فيه البركه يا موضح. ليش ابوكي الله يرحمه كان واحد من رجال الشام المعتبرين. الله يديمك ويعلي مراتبك اكثر واكثر. ابن عمي كمان بدي اقول لك شغلي، ام خيره اليوم اجت لعندي والمخلوقه صارت جايه مرتين وعزمتني انا وسميحه على الحمام يوم الخميس. ام خيره مرته لهاشم افندي؟ ايه ابن عمي. قصدك مشان سميحه؟ اي نعم. والبنت لها خاطر؟ ايه مثل ما بتعرف البنت بتتبع شور اهلها، وهي لا بتعرفه للشاب ولا لخلطها بحريم بيت ابو خيره، فالقول قولك والشور شورك. انت بتعرفه للشاب يا بي؟ ايه لكن يا بي بعرفه عز المعرفه. شو رايك فيه؟ والله يا بي لك الشاب ما عليه حكي بنوب، بس شو؟ بس لا شغله ولا عامله. لا ايوه يا مو، ابوه اخذ له محل بسوق الصوف وعم يشتغل وعلى 24 ايراد. والله ما بعرف، انا لي مده ما شفته لخيره. بس في شغله تانية يا بي. شو هي؟ احكي. من شان ابوه. شو بو ابوه؟ هلا عم يقولوا انه داسوس وعوايني للسرايا. ابو خيره؟ ايه يا بي ابو خيره. اخ اخ يا بي لو تعرف الناس حقيقه هاشم افندي. اخ شو حقيقته يا بي؟ كل اللي بقدر اقول لك يا انه ابو خيره رجال بيرفع الراس. والله يا بي انت ادرى. خلاصته انا ما عندي مانع تقبلي العزيمه على الحمام، بس يرضى عليكي ما بدي وصيكي طنطنه وجرصه ما بدي مشان مرحومه ام نجيب اختي. هي بتأمر ابن عمي لك ان يوم. بقى شو رايك بعمايل مرتك معنا؟ هي سمعت باذنك. ها اخي بصراحه الشغله كلياتها مو فايته براسي انا. ولك بنتي انت متاكده انه امك عطتك سحر وقالت لك حطيه بالجنينه؟ عدنان بلاها الحركات هي. أنا حركات هاي؟ حركات النسوان اللي عم تعملها. ولك عم لك طالعنا السحر بايدنا وبنتك اعترفت بهالشيء، جاي هلا تغمزها مشان تنكر؟ لك شو مفكرنا جلبان ولا على البركه؟ شو هاي غمزها ما غمزها؟ ما غمزتها. نهايته مرتك ما عاد لها فوت على هالبيت. يعني بالمشرمحي هالبيت إلها وخليتها هو بنياه. ثاني شيء بنتك بتروح لعندكم بالشهر مره، بتخلي الولد هون، ولما بدها ترجع انا بدي فتشها بايدي، واذا انا ما كنت موجود مرت عمها بتفتشها. ايه وصلت لهون؟ ايه اخي وصلت لهون واكثر، ومرتك هي سبب. لك ما بتتذكر شلون ورطتك مع صورك ابو وضاح وشلون طلعت بالخجه قدام رجال؟ ولا يوم ورطتك بخناقه مع ابو فخري؟ ولا 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 ولك شو بدي اعدلك اعدلك؟ اذا هيك ماشي الحال قومي بنتي قومي قومي، بيت ابوك يا اولى فيكي قومي. وفي امل اضل عم البيت الا اذا هي رادت. ايه عمي انت بدك بيت جوزك ولا بيت اهلك؟ بيت جوزي. إيش كان هيك خليكي هون على طول، نحن كمان ما عاد بدنا اياكي. اخي ابو عبدو نحن في لنا حرمه عندكم هون بالبيت، بدنا اياها بعد كم يوم، يعني من بعد اذنك. هذا موضوع ثاني بعدين بنحكي فيه، يعني لبعد 40 بنجي. ماشي عن اذنك. اذنك معك.